ايه بعد ايوه اذنك اتفضل اتفضل من هنا مش بيسوي ده يا بسيوني. هو بقى ده شغله بقى، ده شغل الحي بقى. لا مؤاخذه معلش تعالى كده، ده شغل الحي بقى. تعالى كده، لا ما تمسكش انت، ما تمسكش معايا، انا ما قلتلكش امسك، اقعد ارجع لورا بس كده عشان اعرف اشوف شغلي. يا بسيوني وش يقيس هذا؟ هو بيقيس البروز اللي في القهوه. احنا خارجين قبل ايه؟ ايه قفلت على صباعي. طب ما انت تركز بقى. الله عليك الحين عندك المشروش عليه، ما انتم مشروشين عليا، مش عارف اشوف شغلي. سيبه سيبه شغله. الحين المخالفه عندكم كده كده التاخر. لا اله الا الله يا اخوي، خياط ذا مو بحقه. لا خليها تشبك في حاول تخليها تشبك كده معايا. لا اله الا الله. الحين المخالفه عندكم كده تنقاز. ما عملتش المره. لئيم لئيم انت. ما شاء الله. اتفضل اتفضل يا استاذنا. ايه في مشكله في القهوه ولا حاجه؟ اه طبعا في مشكله، مشكله كبيره قوي كمان. ايه بقى؟ مخالفات؟ اه طبعا طبعا في مخالفه. انت شفت الكراسي اللي محطوطه بره على الرصيف بره؟ شفتها؟ اه خدت بالي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما قستش دي. قيسها. مش تقول لي ليه يا راجل يا حبيبي. لا خلاص، ما اكيد هي زي ما نفس البروز. عندك بروز يا حبيبي، عندك بروز متر ونص ومخالفات. قل صلي على النبي بس. صلى الله عليه وسلم. شوف يا حبيبي، انا الحين انا راعي المقهى، وانا جيت من برا ولقيت حبيبنا هذا اللي يشتغل عندي هو اللي مطلع الكراسي برا، انا وش دخلني في الموضوع؟ ده حبيبك ده اللي بيشتغل عندك. اي هو حبيبي هذا. لا ملناش فيه احنا الكلام ده، احنا الكلام ده ملناش فيه. حبيبك ده يخصك انت. طيب ها أيوه. حبيبك ده يخصك انت، احنا لينا شغلنا. ها وبعدين المخالفه على مين يعني؟ المخالفه عليك انت، امال على مين يعني؟ يا المخروبة دي بتاعت. بلاش يا سيدي ما تزعلش من المقهى عشان انت بتزعل من المخروبة. المقهى ده بتاع مين؟ مش بتاعك. بس يا اخي انا شوف، المخروبة هذه اللي المقهى هذه اللي انت تقول يعني، انا ما ادري وش المخالفة. وبعدين كم المخالفة يا سيدي؟ عندك بروز، بروز على الطريق متر ونص عشان مخرج الكراسي برا. ايوه مخرج الكراسي برا القهوه. بس يوني مو انا جاي لك اطلع الكراسي برا، بس هنا مخك ما ادري شلون يشتغل. خلاص يا معلم بقى، خلاص خلاص الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. ادفع 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 المخالفه. أيوة لازم تدفع الغرامه. طب كم الحين انا لله وانا كم الفلوس؟ انت حر فيها، لكن البروز اللي برا ده لا ما ينفعش. طب كم المخالفه؟ مال الدوله. يا الله تصدق. الا مال الدوله. الله يبارك لك. يا الله. هم كم متر؟ كم متر بروز؟ وانا متر ونص بروز. متر ونص في كام يا فندم؟ متر ونص في كام؟ لا انا حاسبها، انا دي حسبتها انا. والله يا بسيوني انت المصايب مدلدله عليا. احسبها له. حول الله بالله. كم اعطونا المخالفه؟ يلا عندك انت بتعرف اتفضل. متر ونص. ايوه في كام؟ في خمسه. في خمسه 6000 جنيه. طب بص، 6000 جنيه في عينك؟ كيف 6000 جنيه؟ انا وش سويت انا؟ يعني انت مش عاجبك؟ لا يعني بس المبلغ كبير مره. هي دي الغرامه بتاعت الحي، انت هتعترض؟ لا ما اعترض، القانون بس اني يعني ما احس ان متر ونص تستاهل 6000 جنيه. وانت مستهون بمتر ونص من الطريق العام؟ ده مال دوله. منك لله يا بسيوني اطحن. انت جوه قهوتك اعمل اللي انت عاوزه، لكن بره لا. الله، ده الطريق العام بتاع الناس وبتاع البني ادمين كلهم. انت بتاخد حق الشعب وحق الناس. خلاص يا اخوي انت لا تكثر علينا المحاضرات. عاد خلاص انا شكوى لله، بعطيك فلوس. ايوه انا عايز. لا ما تعطينيش انا. اعطي الدوله. ما هو انت اللي هتوصل للدوله. ايوه انا اللي هوصل. انت للدولة. الوسيله يعني، الوسيله. ايوه ايوه انا الوسيله. خلاص انا اروح اجيب فلوس وادبر حالي. على مالك على مالك. كم 6000 ايش؟ 6000 جنيه ريال. يعني نفس 6000 ريال. 6000 ريال تساوي 6000 مصيبه فوق دماغي. معلش يا معلم علي، خلاص قدر الله ما شاء. سرعه يا معلم علي. فديت بيها شيء أطحنك.